السلام عليكم، شكرا للاستضافه ديالكم جريده موقع بلاد الوقت تي في فلاش 24 على هذه الاستضافه الجميله في مدينه مشرع بالقصيري. طارق الكناش فاعل جمعوي، الكاتب الاقليمي للهيئه الاتحاد المغربي لمهن الدراما في اقليم سيدي قاسم، الامين الاقليمي للهيئه الوطنيه لناشري الصحف باقليم سيدي قاسم، وعضو لمجموعه من الجمعيات في مدينه مشرع بالقصيري في اقليم سيدي قاسم وفي المملكه المغربيه. إعلامي بمجموعة من الجرائد ومجموعة من المواقع الإلكترونية، فنان مسرحي سينمائي، سبق لي أن مارست التمثيل والسينوغرافيا والمساعد مخرج ومخرج مجموعة من الأعمال المسرحية ومجموعة من الأفلام السينمائية قصيرة، شاركت في بعض الأعمال التلفزيونية بالقناة الأولى. أفتخر وأعتز أن أنتمي لمدينة صغيرة مثل مدينة مشرع بالقصيري، ومن مشرع بالقصيري كنحاول ما أمكن بحكم القرب ديال المدينة لمجموعة من المدن المركزية سواء الرباط سواء مكناس فاس طنجة الدار البيضاء، يعني كنقدر نحضر لواحد العدد ديال التظاهرات والمهرجانات والملتقيات الوطنية ودولية اللي كتقام هاد المدن المغربية. سبق لي شاركت في مجموعة من المهرجانات في المجال ديال المسرح، منهم المهرجان الوطني للمسرح اللي كيتنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واللي تيكون تحت الرعاية ديال التنظيم ديال وزارة الثقافة، وكذلك كان كيدار في مدينة مكناس دابا ولا كيدار في مدينة تطوان والمضيق والفنيدق. شاركنا بمسرحية لأول مرة في تاريخ مدينة مشرع بالقصيري وإقليم سيدي قاسم، اللي كانت استفدت من الدعم والترويج ديال وزارة الثقافة في سنة 2012-2013، وهي مسرحية حبة رمل اللي كانت الكاتبة ديالها كاترين هيتز، والإخراج اللي كان من طرف الأستاذة خريجة معهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي الأستاذة نورية بن إبراهيم، وتشخيص الفنانة نورية بن إبراهيم والصديقة الأخت بهذه المناسبة الله يشافيها الأستاذة أمل بن حدو ابنة مدينة مشرع بالقصيري، وأول وآخر خريجة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. كذلك مشاركة مجموعة من المهرجانات سواء المهرجان ديال طنجة المشهدية والاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس مسرح سيرفانتيس، وكذلك المشاركة في مهرجان ديال المسرح الاحترافي في مدينة القنيطرة، وكذلك كانت جولة ديال تقريبا 18 عرض مسرحي اللي بدعم من وزارة الثقافة، كان جا عاوتاني دعم ديال المسرح الوطني محمد الخامس سنة 2014 مسرحية نمولة وصرصور اللي كانت من إخراج وإعداد النص للفنان محسن زروال، وتشخيص كل من فاطمة الزهراء الحرش الممثلة المغربية، وكذلك الفنان المغربي محمد الزيات والفنان عبد المجيد العمراني. في سنة 2015 كذلك كانت عندي تجربة أخرى ديال إنتاج عمل مسرحي بدعم من وزارة الثقافة، ألا وهو مسرحية حبة ورمل للكاتب الحساني ابن مدينة العيون عبد الرحمن بن الزاوي، وإخراج الأخت أمل بن حدو، كانت من تشخيص الفنان الرياحي بدي نورية بن إبراهيم عصام بوحمالة وربيع بن جحيل التدلاوي. السينوغرافيه كانت للفنان وخريج المعهد العالي في المسرح والتنشيط الثقافي الاستاذ رشيد الخطابي. في المجال ديال السينما شاركت مجموعه ديال المهرجانات وطنيه ودوليه بمدينه مكناس فاس تطوان شفشاون سلا الرباط الدار البيضاء القنيطره، وكان العرض كذلك تعرض في مجموعه من المؤسسات تعليمية ومجموعة من المؤسسات التربوية، وحاز على مجموعة من الجوائز منهم جائزة أحسن إخراج بمهرجان الدولي لسينما الطيف بمدينة الدار البيضاء، وجائزة أحسن ممثلة بالمهرجان الوطني للسينما التربوية بمدينة فاس، وجائزة أحسن سيناريو بالمهرجان الوطني للسينما بمدينة طنجة بالسينما الروكسي. كذلك مجموعة من التنويهات ديال لجنة التحكيم ديال المهرجانات اللي كنت كنشارك فيهم. سعيد بأنني كنت دائما في أي جائزة ولا أي مشاركة كنت دائما كنهدي المشاركة ديالي جوج ديال الإهداءات، الإهداء الأول للسيدة العظيمة الويدة ديالي رحمة الله عليها،
وكذلك الإهداء الثاني كان ساكنة مدينة مشرع بالقصيري اللي هذه المدينة كنحب التربة ديالها، لأن ملي كنت صغير ما كنتش كنبغي نعيش فيها، لأن ما كانش فيها واحد العداد ديال أبسط الأشياء ما كتلقاهمش. كانت عندنا دار الشباب هي الوحيدة اللي كنا كنتأطروا فيها، رفقات الجمعيات التربوية، منهم كنوجه تحية خاصة لجمعية الشعلة التربية والثقافة وجمعية الشباب ديال أستاذ الثقافة والرياضة، اللي كانوا بالنسبة لي مدرسة ديال اللي استقلت فيها الموهبة ديالي. ومن بعد ملي حسيت بأن مدينة مشرع بالقصيري محتاجة ليا ومحتاجة بحال الفعاليات الثقافية والفنية، قلت مع راسي أنني لابد أنني نعيش في هذه المدينة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نقدر نمشي لأي نقطة جغرافية في العالم، ولكن دائما غيبقى عندي العودة للمدينة ديالي والتربة ديالي، شيء الأساسي وشيء اللي لابد منه. بهذه المناسبة كذلك كنشكر كل من له يد بيضاء وقلب نقي في مساعدة هذا العبد المتواضع طارق الكناش، واحد العدد ديال الناس اللي جيت نجبد الأسماء أنا ما غاديش نسالي، هاد الناس هم كيعرفوا راسهم. شكرا لكم من أعماق القلب، لأنكم كل واحد من الموقع ديالو ومن الصفة ديالو، كل ولو ابتسامة ولو كلمة شكر، لأن مدينة مشرع بالقصيري أو المدن الصغرى نعاني من ثقافة ديال الاعتراف ديال 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 الفنان والفاعل الجمعوي والمثقف إلى غير ذلك. مدينة مشرع بالقصيري الحمد لله فيها واحد العدد ديال الطاقات، واحد العدد المبدعين، مجموعة في المجالات، في الرياضة، في الكتابة القصصية، في الشعر، في السينما، في المسرح، فنون تشكيليه، واحد العدد، كاين واحد العدد ديال الجمعيات اللي كينظموا واحد العدد ديال الانشطه في مجالات مهرجانات ديال القصه القصيره، السينما، المسرح، الابداعات الشبابيه الى غير ذلك. سعيد بانني كنت مؤسس لمجموعه من الجمعيات هنا في مشرع بالقصيري، وكنت مؤسس ديال مجموعه من التظاهرات والمهرجانات اللي داروا في مدينه مشرع بالقصيري. ولا انسى ان واحد التجربه كانت في 2014 لحد الساعه ما تتنساليش، هو اطول مهرجان في مدينه مشرع بالقصيري وفي المنطقه وحتى في المغرب. نقدر نقولوا لي كان مهرجان فيه 22 يوم، فيه المسرح، السينما، الفنون التشكيليه، اللقاءات مع المبدعين، قراءات شعريه زجريه الى غير ذلك. وهذا المهرجان اللي كان فيه 22 يوم كانت كيحتفي ويكرم الكاتب والمؤرخ المحلي السي بوسلام القط. بعد المناسبه كنتمنى له الشفاء العاجل والعوده الى ميادين الكتابه وملء الاوراق البيضاء بالابداعات ديالو الجميله. أتمنى لجمعيات المجتمع المدني في مدينة مشرع بالقصيري، في سوق الأربعاء، في سيدي سليمان، في سيدي قاسم، في سيدي حياة، في ضل الداري، حد كورت، في مجموعة من المدن اللي كتتموقع في منطقة ديال الغرب، أنها تعطاها حقها في الدعم الاحتضان، لأن كاين بزاف ما يدار، كاين المبدعين، خاص غير الدعم ديال الجهات المانحة الحكومية والغير الحكومية. الآن الجديد ديال طارق الكناش هو أننا كنوجد واحد البرنامج رفقة الأخوات والإخوة في الهيئة الوطنية للنشر الصحفي في إقليم سيدي قاسم، ألا وهو الأنشطة الثقافية والفنية والإبداعية والرياضية، اللي غيكون فيها تنظيم مجموعة من الأنشطة في المسرح، في السينما، الفنون التشكيليه، في القراءات الابداعيه، القصه، الشعر، الزجل، وكذلك دي ماستر كلاس مع فنانين معروفين، وواحد العدد ديال العروض المسرحيه. كذلك كنستعد باش انني نوجد العرض المسرحي الطريق الذي لم يعبر للكاتب والمؤلف المغربي الجميل السي رضوان حداد الدو، هذه تحيه ليه، من مدينه مشرع بالقصيري الى مدينه تطوان الحمامه البيضاء. وكذلك العمل السينمائي ديال المكاذب للكاتبه المغربيه ملكه الشجعي، والسيناريو اللي المخرج والسيناريست الفلسطيني الفرنسي الجنسيه رائد تميم غالب، رائد غالب تميمي. وهذا العمل هذا تقريبا حتى هو غيكون قبل نهايه سنه 2023. كاين مجموعه من الجولات على مستوى العمل الثقافي والفني على مستوى اقليم سيدي قاسم، على مستوى جوله على الجماعات ديال 29 ديال اقليم سيدي قاسم من اجل تقديم عروض ثقافيه فنيه ابداعيه، حتى في الدواور، حتى في الاماكن اللي ما كيتوصلهاش الثقافه، نحاولوا نوصلوا لها الثقافه. وشكرا على الاستضافه ديالكم. اذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بقناتنا بلازوار تي في، دائما في قلب الحدث.